اسمع انت وياه وافهموا علي شو بدي احكي. نحن جايبينكم لهون على الميتة مشان ما تجوعوا ومشان ما تفلتوا بالشوارع وتصيروا سرسرية وحرامية. أنا خلاص ما عاد فيني أتحملكم، أنا تعبت ولك تعبت تعبت. أنا عم فكر جدياً إنه جيبوا وربيهم معنا. شو رأيك سلام؟ في أولاد كتير مثله، شو رأيك نجيبهم كلهم لعنا؟ أو شو رأيك تجيبي أنا ربي لأنه حضرتك مو فاضية تربي أولادك؟ سلام، طول عمرها هيك من لما كانت صغيرة يلي إلها مو لإلها. هلأ بفهم من هذا الكلام أنه أنت وسلام منفصلين. تتقت لماما، حطتني هون وراحت عند أهلها، ما عاد قدرت تصرف علينا. الغربة بتأسي يا ربي، وأنا ما بدي إياك تقسى علي ولا ابنك. النسوان ما مش حالها هيك، بدك تكسير الراس. الولاد أفضل لإلهم إنه يربوا مع أمهم، مو مع أب فاسد وسيء مثل هاد. بدي إياك يا مدام تلتزمي ببيتك، بجوزك، بولادك. بتصور نحن أحق من الناس اللي راكبة وراهم ليل نهار. أنتي ست محترمة، يعني مو معقول مقضيتيها بين السجون والإصلاحيات سبي مري. صاري هددوا ولادي، إذا بيحكوا معي أو بيشوفوني رح يحرمهم من كل شيء. بدياكي تعرفي شغلي، إني أنا أمك حبيبتك، لا يمكن أأذيكي. القصة كلها انطفيت، لا تاكلها. اللي طلعت عصابة كتير كبيرة. مين أكل البسكوتات؟ مين مد إيده على خزانتي؟ أنت هلأ لازم تحكي لي كل شيء عم يصير معك هون. أم علاء، تصرفي.